اتفاق للتعاون الإسلامي وقع بين المغرب وجمهورية كازاخستان خطوة من شأنها تعزيز تبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية في كلا البلدين، بالإضافة إلى تقاسم الأفكار والمعلومات حول التصدي للفكر المتطرف. يشتمل هذا الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجهتين لما فيه مصلحة الإسلام في اعتداله ووسطيته وما يخدم تحصين المسلمين من كل الأفكار الهدامة. بالمناسبة، تمت دعوة مقرئي كازاخستان للمشاركة في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ووضع تجربة المملكة في مجال تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات رهن إشارة جمهورية كازاخستان. نشهد اليوم لحظة تاريخية تتعمق فيها العلاقات الثنائية في جميع المجالات لا سيما المجال الديني، وذلك بفضل جهود رئيس جمهورية كازاخستان وأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الخطوة الجديدة بين المغرب وكازاخستان ينتظر منها الإسهام في خدمة الإسلام في اعتداله ووسطيته وتحصين المسلمين كافة من الأفكار الهدامة.